học như vào mất số tiền kia ông sai đâu mà lại nó học phân một cái lớp bên kia mà sai đâu chứ سيدي لو انا حضرتك منذ صباح منذ اللجنه حضرتك في دوله بالنسبه للدرس اللي بتلقى داخل المحافظه، ايه اهم الملاحظات اللي ملاحظات اللي حضرتك شفتها النهارده داخل بيتك في المحافظه؟ هو الحقيقه طبعا اهم حاجه ان احنا لو نلاحظ ان فعلا كل المدارس اللي عدينا عليها في تنسيق كامل ما بين الحقيقه الاجهزه التنفيذيه والتمثيله في المحافظه مدارس التربيه والتعليم مع مديريه امن المنيه والمسؤولين المعنيين عليها. الحقيقه زي ما انتم شايفين الحاله الامنيه الحمد لله ما فيش اي حاجه تعرق الصف. الحاجه الثانيه طبعا برضو الطلبه والطلبات بيتحملوا في هدوء كامل. الامتحان جاي الحقيقه في متناول الجميع. كل الاستعدادات الحقيقه هايله يعني برضو ما انساش اقول برضو مديريه الصحه برضو في تنسيق معاها كامل بالنسبه للاعداد. في الصحة المدرسية على أساس لو في حاجة لا قدر الله أي شيء مرض أو إصابة أو أي حاجة طالبة لا قدر الله بيتم معالجتها فوراً. الحمد لله طبعاً إحنا بدأنا الامتحان النهاردة عدد الطلبة المدخلين والطالبات 48,630 طالب وطالبة بيمتحنوا فيهم خلال 307 لجنة. ان شاء الله برضه الحقيقه انا عرفت من استاذ عباد ان احنا في خلال العطله الصيفيه اللي هي تبدا نص السنه نص السنه اللي هي تبدا من 24/1/6/2 هيتم فتح المدارس بانشطه مختلفه سواء للمعلمين او للتدريب كتدريب على النواحي المهنيه والفنيه. وبالنسبه للطلبه برضه قاموا اسكارات عمل على اساس النظافه والاهتمام بنظافه المدرسه والتشجيع ويعني يتعلموا طبعا حاجه كويسه تمشي مع ظروف البيئه اللي احنا عايشين فيها. سيدي لو عبد الرحمن قدام هاخد منك كلمه من كلام حضرتك لابناء الطلبه والطالبات بالنسبه للصف السادس اللي جاي. انا بقول لهم طبعا انتوا ابنائنا واحفادنا احنا كلنا بنشتغل عشانكم عشان نعد اجيال صالحه في المستقبل ان شاء الله وتتفوق مراكز ان شاء الله متفوقه في المستقبل القريب باذن الله. شكرا لك سيدي.